أجهزة الاستشعار عن بعد. تتواجد أجهزة الاستشعار عن بعد معنا منذ سنوات عديدة، فإنها توسع قدرات حواسنا الخمس، مما يسمح لنا بقياس المعلومات التي لا يمكننا إدراكها. يشمل طيف الكهرومغناطيسي جميع أطوال الأمواج الضوئية الممكنة للطاقة الكهرومغناطيسية لكل جسم بصمته الخاصة للأطوال الموجية، والذي يسمى رنين، حيث يعكس هذا الجسم تلك الترددات وينقلها ويمتصها بطريقة معينة. بواسطة أجهزة الاستشعار عن بعد نستطيع قياس هذه الطاقة الكهرومغناطيسية غير المرئية، والتي توجد بكميات وأطوال موجية مختلفة. الاستشعار عن بعد يعني استقطاب البيانات عن طريق القيس من مسافات بعيدة. نستخدم العديد من أجهزة الاستشعار بأطوال مختلفة من موجات الطيف الكهرومغناطيسي. مثلاً، تم تصميم بعض أجهزة الاستشعار لاستقبال أطوال موجية خضراء، في حين تتلقى أجهزة أخرى الأشعة تحت الحمراء. يمكن تصنيف أجهزة الاستشعار عن بعد إلى مجموعتين: أجهزة الاستشعار السلبية التي تكشف عن الطاقة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجسام، وأجهزة الاستشعار الموجبة التي تنتج الطاقة الكهرومغناطيسية الخاصة بها وتقيس انعكاسها. في الواقع، جسمك مجهز بأربعة مستشعرات سلبية. عيناك ترى الضوء الكهرومغناطيسي المنعكس والمنبعث من الشمس. أذناك تسمع الصوت، وهو عبارة عن موجات صوتية في الهواء. أنفك يشم الروائح، والتي تنتجها التفاعلات الكيميائية. ومع اللمس يمكننا أن نشعر بفراشة أو حرارة الشمس. لدينا أيضاً جهاز استشعار واحد موجب، الصوت. من خلال الاستماع إلى الصدى يمكنك استخلاص معلومات حول مسافة الجسم الذي يعكسه. لفهم الفرق بين المستشعرات السلبية والموجبة بشكل أفضل، يمكنك تخيل آلة تصوير مزودة بفلاش. الكاميرا تكون جهاز استشعار موجب عندما يستخدم المصور الفلاش في الظلام، لأنه يضيء هدفه ويقيس الضوء المنعكس إلى الكاميرا. من ناحية أخرى، تكون الكاميرا حساسة سلبية عندما لا يستخدم المصور الفلاش، بما أن الكاميرا لا توفر مصدر الطاقة اللازمة لالتقاط الصورة، بل تأتي الطاقة من باعث خارجي مثل الشمس أو الأضواء.